في ذكرى استشهاد المعلم كمال جنبلاط وضع وفد من اركان الحركه الوطنيه زهره على ضريحه في المختاره يرافقه النائب وليد جنبلاط. ضم الوفد امين عام منظمه العمل الشيوعي محسن ابراهيم والمرشح عن احد مقاعد طرابلس توفيق سلطان والمحامي فؤاد شبقلو بحضور النائب غازي العريضي. بعد ذلك زار الوفد قصر المختاره حيث استبقاهم جنبلاط على مائده الغداء. كذلك وضع وفد باسم الأمين العام للحزب الشيوعي حنا غريب إكليلا من الزهر على الضريح وزارت الضريحة أيضا شخصيات ووفود وطلاب ووضعت الزهور وقرأت الفاتحة